السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهاردة، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي، اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، قناة ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. عايزه بس قبل ما ادخل في محتوى الفيديو بتاعنا كده، كل اللي سالني على رقم التليفون بتاع عم ابراهيم اللي بيصنع الفقاسات، دي رقم التليفون يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، بجوار كوبري جديله، هو في المنصوره بجوار كوبري جديله. كل اللي عايز يوصل بس لو يتعامل معاه او يوصل له يعمل فقاسه او كده، ده رقم التليفون اهوت. اللي عايز ياخده سكرينه ياخده سكرينه، عشان بس في ناس كتير سالتني عليه مش متسجل معايا على التليفون، بس انا حبيت ان انا اصوره لكم اهوت. بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعي، حبيت ان انا اصوره لكم واثبت لكم الشاشه عليه، عشان اللي عايز بس يوصل له ويتعامل معاه او يعرف ايه اسعار الفقاسات او النظام اللي هو محتاجه. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، هات الكل يسمي بالله كده ودعي بالبركه ان ربنا يبارك يا رب ليا ولكم الامه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم الخير جميعا ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الكميه اللي خارجه معانا مش كبيره، بس فراخ، الفراخ ديت جميزه وفراخ ساسو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب. الفراخ نوعيتها حلوه جدا جدا النهارده، في شيء نشف وشيء لسه ما نشفش، بس ربنا يبارك يا رب لصاحبهم يا رب، اللهم امين، ويرزقهم فيهم الخير ان شاء الله. ربنا يبارك للجميع. تميت اعوذ بالله. واحد صراره طالع بره، كتكوت برقبان اهوت، صراره خارج بره، استغفر الله العظيم يا رب. بزعل بقى ما بلاقي حاجه زي دي كده في الفقاسه، بزعل جدا جدا والله العظيم، بس قدر الله مش افعل. اللي زي ده بيبقى بيموت بقى، انا احاول ان اشوف له شوربه تدين وارشهم على الصور بتاعه، محتمل ان هو يختم او كده. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ربنا يبارك لهم في اللي خارج لهم ان شاء الله، ويرزقهم فيهم الخير اللهم امين. ربنا يبارك للجميع. دي كتكوت برده لسه صراره ما نشفش اهو، في فراخ لسه خارجة دلوقتي حالا، شايفين دول لسه خارجين حالا دلوقتي. ربنا يبارك لأصحابهم يا رب اللهم أمين. الفراخ ده زي ما قلت لكم، البيض ده كله جميزة وفراخ ساسو، الفراخ جميزة وساسو، وفيهم أغلبية فراخ الصراخ بتاعها طالع بره، مش عارف ايه المشكلة بالظبط. لسه في بيض هنا اهوت، لا نقر ولا في منه أي نتيجة للنقر وكده، لأن هما بيحطوا الفراخ بيحطوا معاها ديوق من نفس المستوى بتاعها، فالديوك دي بتبقى الخصوبه بتاعتها بتبقى قليله شويه، ما بتبقاش زي الديوك اللي هي البلدي، بتبقى التخصيب بتاعها حلو جدا جدا. فانا يعني كم مره اقول للناس يا جماعه حطوا ديك بلدي او ديك فيومي مع الفراخ الساسو والجميزه، لان الديوك بتاعتهم بتبقى تقيله جدا جدا، فنسبه الخصوبه بتبقى ضعيفه عنها. فربنا يبارك لهم بقى في اللي خرج، يعني كميه كبيره فاضيه، يعتبر نص بنص بالظبط. دول ادي 3 6 9 12 15 18 20، وهي كانت جايبه لي 49 بيضه، يعني طلع لها 29 كتكوت. من 49 بيضه طلع لها 29 كتكوت، شايفين شكل الفراخ؟ انت رايح اتحشرت فين؟ حرام عليك هتموت. يا حول الله يا ربي. الفراخ دي منظوره من قبل ما تيجي ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتحشر في الفقاسه، يعتبر ان هو مات. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. دي الكتاكيت اللي خارجه معانا اهي، شايفين شكل الكتاكيت؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. دي يعتبر مات على كده، لانه اتحشر بين الرف بتاع الفقاسه وبين الجنب بتاعها، قدر الله ما شاء فعل. هو كده خلاص على كده مات، كتكوت خساره. دي جميزه صافيه وكتكوت خساره، قدر الله ما شاء فعل. انا اصلا متبرجله بالنسبه للتعب اللي عندي، انا متبرجله اصلا، فالحمد لله انها جت على قد كده، الحمد لله انها جت على قد كده. دي كتكوت ساسو اهوت، اللي شاف قلد ابيض، بس هو كتكوت ساسو. ربنا يبارك للجميع يا رب. اغلبيه اللي خارج لها ساسو، يعني اعتبر نص ساسو ونص جمزه. ربنا يبارك لها يا رب ويرزقها فيهم الخير ويعوضها في بقى في اللي حصل ده. والله العظيم ما هوش بايده، هو غصب عني، انا بشد الرف ومانيش شايفاه فمات. انا جسمي وجعني اكتر ما انا تعبانه، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا هقول لها على اللي حصل، وهي بقى قادره تسامح تسامح، ما تسامحش دي حاجه ترجع لها هي، بس والله غصب عني مش بايدي خالص، والله العظيم هو بايدي. الحمد لله انها جت على قد كده، ربنا يبارك لها في اللي خرجوا. هي اصلا عارفه عامه ان البيض بتاعها بيطلع فيه اغلبيته فاضي. دول بقى اللي خارجين معانا همت، حاول كده اجمعهم فوق مع بعضهم كده. انا عندي اقفاص اصلا من بتاعه التحضين، عايزه اما يكون عندي كتاكيت هتخرج احطها في القفص واحطه في ارض الفقاسه يخرج براحته، بحيث ما يبقاش على الرف
ويحصل منه يحصل فيه مشكله وكده. فالحمد لله انها جت على قد كده، ربنا يبارك لها. بس في اللي خارجين انا ما اعرفش والله مكان كتير، بس هم على ما اعتقد 29 بالي مات، على ما اعتقد 29 بالي مات، يعني صافوا لها 28 كتكوت. ربنا يبارك لها فيهم، والاسرار خارج بره دي ربنا يبارك لها فيهم بس ينشفوا. انا عامه مش هطلعه النهارده، هسيبهم لبكره، مش هخرجه من النهارده خالص. الفقسه دي ما عادش فيها الا غوط بسيط جدا. ربنا يبارك في اللي خرج ده ويعوضها خير بقى في اللي مات، لان والله العظيم ما هوش بايدي، هو غصب عني. انا زعلت جدا جدا، بس والله العظيم ما هوش بايدي. انا فعلا زي ما قلت لكم عشان بس تعبانه، عشان متبرجله، فمش عارفه اركز في الحاجه. قدر الله وما شاء فعل. هنطلع البيت بس عشان اشوف ايه اللي خرج وايه اللي ما خرجش. فالحمد لله، يعني الحمد لله انها جت على قد كده. كل حاجه لازم يبقى فيها حاجه كده. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. دول الكتاكيت اللي خارجه لها، ربنا يبارك لها فيهم يا رب ورزقها فيهم الخير، اللهم امين. دول بقى اسيبهم لحد بكره الصبح، مش هشتريهم دلوقتي خالص لحد ما ينشفوا كويس. واللي ايه واللي لسه خارج من البيضه دي يلحق ينشف كويس برده. مفهوم كتاكيت عايز تخرج، بس مش هخرج اي حاجه لحد ما ينشفوا كلهم تمام، وبعدين اتصل عليها تيجي تستلمهم. مقطوع واحده مش بتوع واحد يعني. فهل ان شاء الله بكره الصبح اذا اراد ربنا هتصل عليها ان تيجي تاخد تستلم الفراخ بتاعتها. ربنا يبارك لها فيهم يا رب، فراخ جميله جدا جدا، واي شيء يطلع منهم هيعوضها اللي ما طلعش واللي مات وكده. فربنا يبارك لها فيهم يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك لها فيهم ويرزقها فيهم الخير، اللهم امين. ربنا يبارك لها فيهم. البيض بتاعنا يا عم الحاج بقى خلاص، والله ما عادش مستحمله حاجه تحصل لكم. البيض اللي انا كنت حطاه كانت الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش عارفه انا مالي اصلا. كانت الفراخ بتبيض على البيض، وكانوا بيقعد تحت منهم يوم واتنين. فبقى خارج معايا كام كتكوت من البيض اللي انا كنت رصده. بقى خارج كام معايا كام كتكوت بزرميت برقبان، بقى خارج معايا كام واحد كده. فاللي بيخرج معايا بحطه مع السمان ومع الفراخ اللي هنا موجوده. فما البيض ده ما كله ما كانش هيطلع مع بعض عامه يعني. كانوا كام و40 بيضه، لسه الكميه اللي فاضله معانا هي يعني بقى طالع حوالي عن 5 6 فراخ. فدي الكميه اللي فاضله معانا ان شاء الله، دي بقى هتخرج مع بعضها. فربنا يبارك لنا فيهم يا رب، ربنا يبارك لنا فيهم ويرزقنا منهم الخير. وده بطبط بتاع واحد برده كان جايبهولي، ربنا يبارك له فيهم يا رب. دي بيض البط ده بيقول لي مجنس، بس انا مش عارفه ظروفه ايه. والبطه برده تبعي، هو بيض السمان. ربنا يبارك للجميع ان شاء الله ويرزقني ويرزقكم الخير جميعا، اللهم امين. انا نظفت البوكس الصغيره وعقمتها بفورمالين. معانا بطيتين هنا، هما بيخرجوا همت. دي واحدة خرجت والتانية لسه هيت. الأخ اللي دخل بيقول لي أنتي مش بتساعد البط، أنتي بتموتيه. كل واحد فاهم في شغلانته وعارف هو بيعمل إيه كويس. اللي ما يعرفش في حاجة ما يتكلمش ويجرح الناس. أنا فاهمة في شغلي كويس جدا جدا، وأنا متعودة إن لما يكون عندي بيض بط بيخرج بحاول إن أنا أساعده عشان بس ما يموتش في البيضة ويكتم ويموت. فأنا بخاف الحاجة يعني إن يحصل فيها مشكلة وكده. فانا عشان كده انا بساعد الطيور اللي خارجه، بحاول ان انا افضلها الايه، افتح لها القشريه من قبل المنقار عشان تطلع من البيضه ما تموتش فيها. انا مسكت البوكسه ديت كان استهوت وعقمتها بفورمالين عشان هنقل بقى الفراخ الصغيره فيها اللي في البوكس، عشان هعقم البوكسه الثانيه كلها عشان ان شاء الله يطلع معانا انتاج من الفراخ الهندي والفراخ البزراميط وكده والبراهمه. فعايزه يبقى عندي مكان نضيف ليهم. فانا هفضل البوكسه دي خالص، الطيور الصغيره اهي، هفضي البوكسه دي خالص فوق وتحت، لان هنقل بتاع الفراخ البلدي عفوا الجميزه والساسه والرومي هنقلهم في الاوضه الثانيه. دي البزرميط اللي خارج معانا همت، دول ثلاثه همت، ثلاثه كده كده همت، وواحد هندي هناك اهو، في واحد بزرميط برده هناك اهوت، يعني خارج معانا خمسه، واحد هندي وايه واربعه بزرميط. ربنا يبارك للجميع يا رب. دول ثلاث فراخ هندي اللي فضلوا معانا بعد اللي كانوا موجود عندنا كله بعناه، دول اللي فضلوا معانا الثلاث فراخ الهندي دول. ربنا يبارك للجميع يا رب. السمان بتاعنا بقى كبير اهوت، كان فاضل معانا 5 سمانات، ودي مجموعه البط اللي موجوده معانا. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. البوكسه دي بقى كلها زي ما قلت لكم هشتال الرومي والفراخ هنقلهم في الاوضه الثانيه، وايه واديهم هناك في الاوضه الثانيه في الارضيه، وهمسك البوكسه دي كلها اعقمها تعقيمه كويسه، انضفها واعقمها تعقيمه كويسه عشان بقى نستقبل فيها اي كتاكيت هتخرج لنا من الفقاس. فربنا يبارك لي يا رب ليا ولكم الامه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم الخير جميعا ان شاء الله. دي كان الفيديو بتاع النهارده، كان قلت اصور معاكم الانتاج اللي خارج معايا من الفقاسه، عشان في ناس متعوده على انتاج الفقاسه، فقلت اصور معاكم الفقاسه عشان بس ايه ما ابعدش عنكم فتره طويله.
انا صورت لكم رقم التليفون بتاع عم ابراهيم اهوت في اول الفيديو، ومعاكم في اخر الفيديو اهو، عشان اللي محتاج انه يتواصل مع عم ابراهيم الرقم معاكم يا جماعه، 010-10-47-47-20. رقم بسيط جدا جدا ويتحفظ بكل سهوله يعني، فاي حد محتاجه ياخده سكرينه ويتواصل معاه. وكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. استنوا الفيديو الجديد واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.